إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذه الأرواح الطاهرة جلالكم هذه وكفى أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. هذه أختي عائشة حم بوطريق ماتت في المالح. لولا أختي هذه الشهيدة خرجت أختي كبيرة هذه يقولها فاطمة. سبب على خويا هذا محمد ويرغو لعنطر قدموا في المعركة تاع بوزجار مولا 16 سنة. وكي دخلوهم للعمرية حنايا سكنوا في العمرية كي دخلوا الجدارمية مع الجنود وكل شيء مبليسي وخويا مبليسي من اليد ومن الكرع الرصاصة مات بيها عدك. الحمد لله كانت قارية أختينا قارية وفاهمة وهي سبب علاش خرجت بس تشهدت. قلت لك أخويا هذاك يقضبوه مسلسلينه في عند مع كرمة ودم يسيل من اليد ومن الكرة. احنا كنا صغار أنا وهذا أخويا اللي راه هنايا. جينا نجرو قلنا الحاجة لما الله يرحمها وقلنا راه محمد قضبوه قضبوه راه عند جدارمية هو والجنود أما وفاطمة أختي طلعوا كي شافوا أختي هذه فاطمة بالحرارة خرجت من الصف نتاع وهربت من العمرية كراع قضبت طريق الماشينة حتى المالح باش تغدى المركز وين زعما باش هذه أختي الكبيرة هذه فاطمة الكبيرة. وكي ما لقاتش داك عاود جابوه هنا العمرية الحبس اختي وخويا قاضب ثاني الحبس بويا قاضب بالحبس واختي كي قاضبوه مقبل في وهران ومن وهران داوهم البرواقية داوهم للحراش. كي وصلت اختي للحراش ومصوطة ومغبونة وخويا وكل شيء قالت لها يا اختي هذه كلمة سرية هذه فاطمة أختي قالت لها يا أختي فكتبت لها بريا يا أختي القماش اللي خليته فوق الماشينة كملي في الخياطة أمو دو باس هذا أمو دو باس. أي جا خرجوا بويا من الحبس قعد نقول لك 10 أيام ولا وخرجوا من الحبس قعدوا يقولوا لنا